مشاهدينا الكرام، نحن الآن كما نشاهد على شاشة النيل مشاهد حية لمطار القاهرة الدولي، حيث ستهبط الطائرة سولار إمبولس 2 بعد قليل على أرض مطار القاهرة الدولي. كانت الطائرة قد وصلت منذ حوالي الساعة إلى جمهورية مصر العربية وقامت بالتحليق فوق منطقة أهرامات الجيزة لتصوير الأهرامات ضمن برنامج رحلتها إلى مصر. نعود ونذكر ببعض المعلومات عن الطائرة سولار إمبولس 2. أقلعت طائرة سولار إمبولس 2 الاثنين الماضي من مدينة إشبيلية الإسبانية متجهة إلى القاهرة في محطتها قبل الأخيرة، حيث تسعى هذه الطائرة إلى القيام بأول رحلة حول العالم بالاعتماد فقط على الطاقة الشمسية بالشراكة مع مدينة أبوظبي وشركة مصدر للطاقة المتجددة. يذكر مشاهدينا أن الطائرة سولار إمبولس 2 قد أكملت النصف الأول من رحلتها حول العالم بعد أن حطمت عدة أرقام قياسية في تحليقها لمسافة 7212 كيلو مترا عبر المحيط الهادئ من اليابان إلى هاواي، وتبلغ المسافة الإجمالية للرحلة حول العالم 35000 كيلو متر، وتقدر مدة الطيران الفعلي ب 500 ساعة طيران تقريبا. مشاهدينا الكرام، يبلغ طول أجنحة الطائرة 72 مترا، وهي بذلك أكبر من أجنحة طائرة بوينغ 747. تم تركيب 17000 خلية شمسية على الأجنحة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركات الطائرة الأربعة. الطائرة سولار إمبولس 2 تزن بشكل إجمالي 2300 كيلو جرام فقط، أي ما يقارب وزن سيارة عائلية. هذه المشاهد التي نراها الآن من داخل كابينة سولار إمبولس 2، حيث نحن في انتظار أن تهبط بعد قليل الطائرة سولار إمبولس 2 فوق أرض مطار القاهرة الدولي، ويعقب هبوطها مؤتمر صحفي عالمي يضم أكثر من 200 صحفي وعدد كبير من المحطات المحلية وأيضا محطات التلفزيون العالمية. إذن مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار وصول الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية سولار إمبولس 2 والتي دخلت بالفعل داخل الأجواء المصرية. وبحسب المعلومات التي وردت إلينا منذ قليل أن هذه الطائرة سوف تقوم برحلة داخل الأجواء المصرية تمر من خلالها على أهرامات بالجيزة، وبعدها تهبط في مطار
القاهرة الدولية بعد أن خصص أحد الممرات الخاصة بهذه الطائرة وبعد إغلاق المجال الجوي لبضع دقائق معدودة حتى تهبط هذه الطائرة، وسيتم سحب هذه الطائرة إلى أحد الجراجات الخاصة بها، ثم يعقد مؤتمر صحفي لقائد الطائرة إذانا بإكمال الدورة حول العالم كاملة، والتي استغرقت ما يقرب من 500 ساعة طيران بشكل متواصل. هذه الرحلة القادمة من إسبانيا من مطار إشبيلية إلى مطار القاهرة الدولي استغرقت 2 يوم و48 ساعة مباشرة من إسبانيا حتى القاهرة، وهذه الطائرة تعمل بالطاقة الشمسية وتعد هي الجولة الأخيرة، وقبلها إحدى المحطات ستكون هي مطار القاهرة الدولي، وبعضها تعود من جديد إلى نقطة الانطلاق في مطار أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الطائرة التي قد غادرت من مطار إشبيلية في تمام الساعة 4:15 بتوقيت غرينتش في طريقها إلى القاهرة في رحلة من المتوقع أن تستغرق نحو 48 ساعة. كذلك المحركات الخاصة بهذه الطائرة هي 4 محركات تعمل بطاقة مستمدة من أكثر من 17,000 خلية شمسية مثبتة على الجناحين، ويزيد طول جناحي الطائرة عن طائرات بوينغ 747، وهي مصنوعة من ألياف الكربون الخفيف للغاية، ويعادل وزنها الأجمالي وزن سيارة فقط، وبمقدورها أن تحلق على ارتفاع يقدر بنحو 28,000 قدم، وهي تقدر أيضا هذه المسافة ب 8,500 متر فقط. السرعة الإجمالية التي تصل لها هذه الطائرة قد تكون بطيئة بعض الشيء، وهي حوالي 70 كيلو متر في الساعة فقط بالمقارنة بالطائرات الأخرى التي ربما تصل سرعتها إلى نحو 500 كيلو متر في الساعة. يتبادل طائران سويسريان برتراند بيكارد وأندريا بورشبرغ قيادتهما لهذه الطائرة في رحلتهما حول العالم، والتي بدأت من مطار أبوظبي وتنتهي هنا، وتعود من جديد الطائرة بعد أن تغادر مطار القاهرة الدولي إلى نقطة الختام، وتعود من جديد إلى مطار أبوظبي. إذن يتولى بورشبرغ قيادة الطائرة إلى القاهرة، وهي المرحلة 16 من الرحلة، والمقرر أن تعبر فيها الطائرة البحر المتوسط فوق المجال الجوي لكل من تونس والجزائر ومالطا وإيطاليا واليونان قبل وصولها إلى مصر منذ قليل. إذن اللقطات التي نتابعها مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار، يعني تظهر فيها الطائرة بعد تظهر في سماء القاهرة بالفعل، وإذانا بنقطة الختام وهبوطها إلى مطار القاهرة الجوي. نتمنى لها السلامة دائما، وهناك طبعا عدد كبير من القيادات في وزارة الطيران المدني في انتظار هذه الطائرة، وكذلك السفير السويسري مرافقا وزير الطيران في انتظار هذه الطائرة. وكما نوهنا منذ قليل سيعقد مؤتمر صحفي لقائد الطائرة حتى يعرض وجهة نظره في هذه الطائرة وكيف كانت الرحلة حول العالم والتي استغرقت نحو 500 ساعة طيران. مصر قدمت عدد من التسهيلات الخاصة من كل الجهات المعنية، من وزارة الدفاع والخارجية والداخلية والسياحة، كافة التسهيلات والدعم اللوجستي الخاص في إصدار التصاريح الخاصة بهذه الطائرة. كما نتابع مشاهدين الكرام في الصورة، قد استعدت الطائرة إمبالس بالفعل بالهبوط داخل مطار القاهرة الدولي، وهي الآن على استعداد للهبوط داخل الممر الذي خصص لها لكي تهبط بسلام. دقائق معدودة وستكون هذه الطائرة في أرض مطار القاهرة الدولي، إذن بوصول الطائرة إمبالس 2 إلى مطار القاهرة لاختام جولتها حول العالم، وهي المحطة قبل الأخيرة قبل أن تعود إلى أبوظبي. بالفعل الطائرة الآن هبطت في مطار القاهرة الدولي، إذن بوصولها إلى القاهرة النقطة قبل الأخيرة في رحلة هذه الطائرة حول العالم.
هي بالفعل مشاهدينا الكرام الطائرة قد حطت في مطار القاهرة الدولي وبالفعل هبطت في المطار، وقد تجمع الآن الفريق المرافق لهذه الطائرة والذي يقدر بنحو 65 عضو في فريق الطائرة إمبالس. اقتربوا من الطائرة بعد أن توقفت تماما في الممر الذي خصص لها في مطار القاهرة الدولي، وبالطبع سنرى الجديد في هذه الصورة. الآن نتابع وقوف الطائرة على الممر الخاص بها في مطار القاهرة الدولي، وهي نقطة الختام في رحلتها قبل أن تعود من جديد إلى نقطة بدايتها في مطار أبو ظبي. إذا مشاهدينا الكرام، كما نتابع على الهواء مباشرة بعد هبوط طائرة، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، الطائرة سولار إمبلس 2، والآن نرى قائد الطائرة يظهر في الشاشة بعد هبوطها في مطار القاهرة الدولي، وبعد استعدادات يعني كبيرة من قبل القائمين في المطار وأيضا من قبل وزارة الطيران المدني لاستقبال هذه الطائرة في حدث يعني سياحي وترويجي هام لمصر. هذه الطائرة التي جاءت في جولة قبل الأخيرة في إطار رحلتها التجريبية حول العالم لنشر الوعي الترشيدي وأيضا تبني قضية التكنولوجيا النظيفة، وبعد إقلاعها من العاصمة الإماراتية أبوظبي في مارس من العام 2015 وهبوطها في 15 مدينة حول العالم لتعود بعد يعني هذه الجولة في القاهرة لتعود مرة أخرى إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. فكرة الطائرة سولار إمبلس 2 فكرة وتنفيذ رائدين سويسريين هما بيرتران بيكار وأندري بورشبرغ، بهدف نشر فكرة الطاقة النظيفة بالطبع وتوفير الموارد الرئيسية لها. الطائرة هي طائرة خفيفة الوزن، بيبلغ وزنها 2300 كيلوغرام وعرضها 72 متر، وبيتم من خلالها تهيئة الأسطح للخلايا الشمسية. وقد قامت هذه الطائرة في رحلتها الأخيرة بعبور أمريكا ثم المحيط الأطلنطي دون أي قطرة من الوقود، وأقلعت تحديدا يوم 11 يوليو من إشبيلية في إسبانيا لتبدأ رحلتها في عبور البحر المتوسط التي يتوقع أن تستمر يومين وليلتين اعتمادا طبعا على الظروف المناخية، والتي كانت مناسبة وملائمة حتى وصولها كما نتابع الآن على الهواء مباشرة إلى أرض مطار القاهرة الدولي. وزير الطيران المدني شريف فتحي أكد أن هناك أشياء كثيرة